اللي بعده. حضرتك انا مش عارف اذاكر. قسم تنظيم الوقت عندنا في الدور الثاني بالاسانسير، والدور الرابع لو هتطلع على رجلك. اللي بعده. حضرتك انا نفسي اعرف انا بضيع وقتي في ايه. مش عارف، ما هو باين يا حبيبي اهو، انت عندنا طبعا في الوقت الضائع. اللي بعده. بالتوفيق يا حبيبي. اتفضل يا حاج، ايه المشكله؟ انا مشغول جدا ما اقدرش اتابع الاولاد. اه المتابعه هنا عندنا 24 ساعه، ما تقلقش من حاجه خالص. ايوه محمد. بص يا حاج، المتابعه عندنا هنا اخر الطرق شمال في يمين. تحت دراع المخزن. انا جاي حالا يا حاج. الورق يا حاج، يا حاج. اللي بعده. فين يا حبيبي ورقه؟ انا اتراكم عليا المنهج، حتى الورقه كمان اتراكم عليا وكل حاجه ومش. لا 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 لا، ما تقلقش. انا رايح. يلا هلا هوبا، يلا شاطر يا حبيبي. يا عم تعالى بس انا هفهم. يا عم انا مش فاهم انت جايبني فين. خطه ايه دي بس اللي هتساعدني؟ خطه ايه؟ منصه الخطه هي المنصة التعليمية رقم واحد في مصر، ومعانا هتلتزم في الأونلاين لأننا بنعمل لك جدول مذاكرة، تقارير مستوى، متابعة مع ولي الأمر من خلال جروبات متابعة ومشرفين معاك بشكل يومي. مستني إيه؟ ذاكر مع الخطة.